بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بالجميع إن شاء الله الجميع يكون بألف خير كما راكم تشاهدوا أحبتي في الله العمل تاعنا تاع نهار اليوم على هذه البندانة هذه دار الضجة العام تاع على بالي شفتوها في المواقع أخرى ولا في قنوات أخرى أنا هنا العمل تاعي دمجت اثنين ألوان مع بعض انتم لكم الاختيار في ذلك هنا كل واحد الدوك تاعو في اختيار الالوان اختيار الكاليتي تاع الصوف انا هنا الصوف المحلي فضلت هذو الالوان الابيض والازرق سماوي الكروشي هنا استعملت 3 5 مليمتر راسو شويه كبير هذه هي وهذا هو العامل تاعنا تاع نهار اليوم يصلح مشاريع تاع الشتاء تاع السنه تحبوا ديروها مشاريع اكيد كذلك مقاس كل وحدة والمقاس تاع الرأس تفضل سواء الكبير سواء الصغير هنا تتكسل معنا أحبتي إن شاء الله العام تاع اليوم ينال اعجابكم فضلا وليس أمان ما تنسوش اللايك للفيديو شجعوني باللايك أحبتي بالجمل للفيديو آه تعليقات شباب كيما أنتم ولا مش مشتركة أهلا وسهلا بك في قناة إبداعات كيما تجلية نحب الجميع قبل ما نبدأ دائما أحبتي في الله على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام نبدأ على بركة الله أستعمل كوشي رقم ثلاثة فاصل خمسة مليمتر وعندي خط صوف على واحد الصوف المحلي يعني تال البلاد نبدأ بسم الله عقدة البداية ندفع مية وثلاثة غرزة مية وثلاثة غرزه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر أنا راح نعمل مية وثلاثة و روزة. ونرجع معكم عملت مية وثلاثة كما راكم تشوفوا الآن نلف لفة واحدة ونحسب واحد اثنين ثلاثة في ثالث غرزه هنعمل نصف عمود هكذا العمل تاعنا هيكون هنا بنصف عمود وكل غرزه هنعمله نصف عمي حتى ننهي السطر راح وصل واصل السطر من نصف عمود على كل غرزة عملت على كل غرزة نصف عمود الآن راح نرتفع اثنين سلاسل ارتفاع نقلبو للسطر ولا العمل نجي إلى هنا العمل تاعنا حيكون نصف الغرزة الخلفية هنا ونعملو نصف عمود هذا السطر الثاني العام تاعنا في النصف الغازة الخلفيه على طول القصه ما ما ها نصف عمود في الغرزه الخلفيه راح نواصل السطر بهذه الطريقه والعامل راح يكون في النصف الغرزه الخلفيه هكذا حتى نهايه السطر نواصل وصلت العمل أحبتي كما راكم تشوفوا الان نرتفع بني سلاسل ارتفاع نقلب العمل نفس الشيء السطر الموالي نعمل نصف عمود في الغرزه الخلفيه حتى نهاية السطر عندنا واحد اثنين ثلاثة هذا السطر الثالث هواصل هذا السطر ونزيد سطر نفس العمل يعني أربعة أسطر ونرجع معكم واحد اثنين ثلاثة أربعة عندنا أربعة أسطر هنا راح بنفس الشيء يعني اثنين سلاسل ستة ارتفاع ونعمل ثمانية عشرة عمود نصف عمود واحد، تنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر عندنا ثمانية عشر نصف عمود نتفوق خمس سلاسل واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة نلف لفة واحدة نخلفه هنا واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة نكو نواصل العمل بنصف عمود هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر عندنا ثمانية عشر نصف عمود نفس الشيء خمسة سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح نخلف واحدة اثنين ثلاثة أربعة في الخمسة راح نعمل نصف عمود احواص باري بهذه كل ثمانية عشر ونصف عمود نعملو هذا العمل وصلت السطر تحصلت على أربع فتحات واحدة اثنين ثلاثة هذه أربعة اثنين سلاسل الارتفاع ونقلب العمل نفس الشيء فوق كل نصف عمود عندنا نصف عمود هذا السطر ستة هكذا وصلت نوصل لهذا الغرزة نعمل فوق كل غرزة نصف عمود عادي هكذا راح حتى نهاية السطر وصلت السطر احباتي عندنا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا ستة وحنا نحتاجو تسع أسطر هنزيد ستة هذا ستة عندنا سبعة ثمانية تسعة نواصل العمل حتى تكونو عندي تسعة أسطر ونرجع معكم أحبتي بنفس الطريقة بنفس الخطوات وصلت الأسطر تاعي عندنا واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة أسطر هنا نرتفع بسلسلة واحدة ونقطع الخيط انهينا العمل نفس هادو الخطوات راح نفس هادو الخطوات في في شريط آخر يعني مخالف اللون الألوان هنا اختيارية دائما كلكم كل واحدة و تاع أحباتي أحباتي عملت نفس الشريط السابق هنا انا فضلت اللون الابيض والازرق انتم لكم الاختيار في اختيار الالوان انتبهوا جيدا راح نحط الاشرطه متساويه مع بعض هكذا راكم لاحظتوا الان نجيب الابره والخيط ونحط الخيط في الابره راح نجمع نخيط هادو مع بعض الحافه هذه نخيطها مع بعض هذا هو العمل كما شفت راني خيطتها شويه على العمل تقوس شويه العمل هنا احبات نجيب اي مطاط اي لون أه حتى ولو كان لاستيك عادي ندخلو في هذا هنا ما بين تاع الزوج هكذا فضلوا اللون اللي يشبه الالوان اللي تختاري انا هنا غير متوفى عندي الابيض حطيت هذا عادي راح يجي خلف الراس انتبهوا راح نجيب اللون الازرق ندخله في الابيض هكذا انتبهتوا في هذوك الفتحات اللي ديناهم سابقا الان ندخل اللون الابيض في اللون الازرق في الفتحه في اللون الازرق أوه. هكذا انتبهتوا الان اللون الازرق حتى ننهي العمل تارة اللون الازرق تارة اللون الابيض راكم تلاحظوا في العمل هذا هو العمل الان اللون الابيض هكذا العامل تاعنا اكيد الان اللون الازرق اللون الأبيض، اللون الأزرق، اللون الأبيض هذا هو. حتى ننهي الفتحات هكذا هكذا احباتي انتبهتوا للعمل تاعنا حتى ننهي الفتحات اللي عندنا الان احبتي نقلب العامل هكذا راح نجيب هذا ندخله هنا في الوسط والابيض هنا ونخيطه كما خيطنا هنا راح نخيط الازرق مع الابيض وهذا داخل ما تنسوش هذا تدخلوه باش كي ننهيو العمل راح يجينا العمل هكذا باش هذا يتطوط معنا خلف الراس هكذا تكون عندنا اجمل بوندانا يعني تاع الراس انا راح نخيطها ونرجع معكم احباتي ان شاء الله العمل واضح والفكره وصلتكم احباتي احباتي انا هيت العمل هذا هو العمل تاعنا تاع نهار اليوم آه نظفت العمل من الخلف كما راكم تلاحظوا هذا راح يتكسل معكم راح يجي قد مقاس الراس ان شاء الله احبتي العمل عملت عنها اليوم نال اعجابكم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك اذا مش مشتركه وبارطاج فضلا منكم وليس امان نخليكم على خير في اعمال اخرى باذن الله مع السلامه